Thank you.
طالب في معهد القديس ديديموس للمرتلين بالقاهرة، وأريد الذهاب إلى اجتماع قداستكم الأسبوعي يوم الأربعاء، ولكن المسؤولين هناك بيرفضوا السماح لي بالذهاب، فهل نظام المعهد يمنع حضور محاضرة قداستكم؟ هل نظام المعهد يمنع سماع كلمة الله؟ هنديهم أمر بأن يجيبوكم في عربية اللي عايزين يحضروا ويوصلوا لنا، ونديهم أجرة العربية. أبونا خان حضرتكم، وبنات المرحلة الابتدائية جلبس بالظاهر نحييه. حاضر معنا اليوم وفد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة مكون من 40 طالبا وطالبة برفقة الدكتور سعيد صادق أستاذ مادة الاجتماع، وبعض الضيوف من السويد وأمريكا وألمانيا، أحييهم جميعا. واحد بيقول أنا خايف من الاعتراف ومن شخص أبى اعترافي، وأنا عارف إني خاطي بس أنا عاوز يسندني، لأن أبى اعترافي دايما بيوبخني ويعطيني قانون أصلي الساعات كلها ومش بعرف أكشف نفسي أمامه، وكثير فكرت أسيبه بس خايف يكون ده خروج. يا بهات يا كهل، ما تخوفوش الناس في الاعتراف. يا ابني إن فضل يخوفك روح عند واحد غيره والله يحلك. المفروض أب الاعتراف يريح النفوس مش يخوف النفوس، وأيضا مش مفروض يديله قانون يصلي كل الساعات، افرض ما عندوش وقت، أو افرض إن هو لم يتدرج حتى يصل إلى هذا الوضع. في الأمور الروحية بندي الناس بالتدريج شوية بشوية بشوية لغاية لما يوصل. فخليكوا نفوس مريحة في الاعتراف. متزوجة، أعيش في هلسنكي بفنلندا، للأسف لا يوجد لدينا كنائس قبطية، وأنا لا أعرف أقباط كثيرين في فنلندا، أتمنى أن قداستكم تطلبوا بناء كنيسة صغيرة أو أي حل آخر. تعرف أحد في فنلندا؟ إيه أقرب حد في فنلندا؟ السويد. بعيدة أوي يعني؟ نشوف الحكاية دي خالص، لكن إذا كنت مستعجلة يعني تروحي أقرب بلد ليكي
وتتناولي فيها وتحضري القداس احسن من ما فيش. وربما من اقرب البلاد اليك هولندا. على اي حالات انا هحط السؤال ده في جيبي عشان اشوف هولندا دي. ده في ناس بيشربوا علبتين مش شجرتين.
وفي ناس يولعوا السيجارة من سيجارة، يعني محتاجش يقول كبريت السيجارة اللي يروح يولع منها أخر طول. معلش يا بنت، ساعديه إن هو يبطل بقدر الإمكان، ونفسي يقضي أواخر حياته مع الرب ويذهب للكنيسة ويتناول. طب والسجاير بتمنعه من الذهاب للكنيسة؟ هديك بتساعديه، قولي له في مقابل ان انا بساعدك انت تيجي معايا. واحد يقول اتمنى ان اعرف لماذا كنيستنا تغمش مسابقة الابحاث. مرة واحدة كان الحكم عام، فقد كسبت في مسابقة الأبحاث في مهرجان الكرازة، ولكني وجدت أن كنيستي مهمشاني وكأني لم أقم بشيء، ولكنها تبرز مسابقة الروحيات وعن توزيع الجوائز لا يذكرون الأبحاث. أنبا موسى المسؤول ما تصدق بس النادي عملنا مسابقة خاصة بالأبحاث. لا قول لهم ما تقبل الميكروفون. للأبروشيات إذا كان حد نجح فيكم في المسابقات يقدموا أسماء. تبقى صاحب السؤال يجيب البحث بتاعه ويوريني نيافة الأنبانوس. يعني أنت بعد ما عملت البحث ابحث عن البحث الموجود فين وبعدين اديه الأنبانوس. قدرتكم تكلمنا عن حياة الرهبنة وتتعمق في رهبنة البنات، لأن غالبية الكتب تتكلم عن رهبنة الرجال، وأنا خريج الكلية وأتمنى دخول الدير وعمري 24 سنة، ولكن أهلي يرفضون مع العلم أني قبلت في أحد بيوت التكريس، فكيف أتصرف مع العلم أن أهلي لما عرفوا رفضوا اني اروح حتى خلوات اي دير او بيت تكريس، فماذا تنصحني؟ هو في الحقيقه نصيحه من الزوجه، حاجه ليك وحاجه لاهلك. مش اصول الاهل يبقوا دكتاتوريين في معامله بناتهم، يكونوا حازمين جدا إذا كان في حاجة تضيع سمعتها، تضيع أخلاقها، تضيع مستقبلها، لكن مجرد إنها عايزة تكرس نفسها لربنا اللي مش خطية. لهم أن ينصحوا وليس لهم أن يمنعوا ويفرضوا قوانين ويمنعوهم من خروج البيت، يعني كلام صعب الكلام. افرض بنتكم دي زعلت وهربت منكم، تيجوا تعيطوا لهم بقى وتقولوا ان البنت هجرت، مش صح الكلام؟ ما هو برضه التضييق الشديد يولد الانفجار. ان ما كانش انفجار خارجي يبقى داخلي النفس تتعب وتتهز وتصاب بالاحباط وبالتعب. فكونوا حنينين على اولادكم، ويا ريت يكون اولادكم اصدقاء ليكم مش عبيد ليكم، أصدقاء ليكم. تصادقوا أبنائكم، تخلوهم يكلموكم بصراحة وما يخافوش منكم، وتحاولوا تريحوهم مش بالطريقة اللي أنتوا عايزينها، برضه بالطريقة اللي تناسبهم هم كمان.
أما من جهتك أنت يا بنتي فأصبري شوية، ووسطي ناس، وسطي أب الأعراف، وسطي عم أو خال أو عم أو خالة أو حد من جرباتكم اللي يحبوهم، وسطوا قدام من الكنيسة، وما لقيتوش حد وسطوني أنا وأشوف لكم موضوع. عشان نفهم الآية دي كويس لازم نشوف ما هي هذه الكأس. هذه الكأس لم تكن آلام يوم الجمعة ولا عذابات الصليب ولا حاجة، إنما هذه الكأس هي جميع خطايا الناس ونجاستهم وبشاعتهم التي ستوضع عليهم. كلنا كغنم ضلل، منا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. فطبعا منظر كل نجاسات البشرية من أول الظهور إلى آخرها كأس مريرة، لكن مش معناها عذاب ومش عذاب، هو راضي بالعذاب يعني، وقال لي هذا كأس، مش الكأس بالطريقة اللي انت فاهمينها. أما اللي تكون لا إرادة بالإرادة كان في خلاف، لا هو هنا بيتكلم كإنسان. تذكر الخطايا والتذلل والانسحاب بسببها مع عدم الشعور بصغر النفس في نفس الوقت. هو تتذلل امام الله وتنسحب بسبب خطاياك، لكن تقاوم صغر النفس بانك تقول زي ما قال داود عن ربنا: لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب اثامنا، إنما مثل ارتفاع السماوات على الأرض قوية رحمته على خائفيه، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصيه. يعني تقول يا رب فيما أنا خاطر الشكل ده، لكن أشكرك أنك حنين علي وبتغفر لي وبتبعد عني خطاياي. بيقولوا أيضا كيف تكون عندي موازنة بين إني أحب الله مع عدم الشعور بالخوف منه. لا، هو
انت ما تخافش من ربنا، لكن تخاف من نتيجة خطاياك. لكن اذا وصلت لمحبة ربنا، الكتاب بيقول ان المحبة تطرح الخوف الى خافك، اما مخافة الله فتتحول الى مجرد الهيبة يعني والخشوع، لكن مش خوف يعني رعب. لا، قال السيد المسيح: من ليس معه سيف فليبع ثوبه ويشتري سيفا. فما المقصود هنا؟ كلمة سيف رمز للجهاد الروحي، لكن لا يقصد به السيف بمعناه المادي، بدليل ان لما بطرس استخدم سيفه السيد المسيح قال له: رد سيفك الى جنبك، من اخذ بالسيف للسيف يؤخذ. الكتاب المقدس لا تستطيع ان تفصل معانيه عن رموزه، في حاجات كتير لا تفهم الا بالرمز، كاشياء كتيره في سفر الرؤيا واشياء كتيره في سفر النشيد للاناشيد ما تفهمش الا بالرمز، واشياء كتيره في النبوات عموما لا تفهم الا بالرمز. فما تاخدش المساله بحرفيتها. الأسبوع الماضي عن الفرح بالرب، إزاي الواحد يكون فرحان كل وقت؟ وبعدين آخر المحاضرة قلنا: هل يمكن أن يوجد فرح في الضيقة؟ فقلت لكم الكلام ده هتكلم عليه الأسبوع الجاي إن شاء الله، فهكلمكم النهاردة عن الفرح في الضيقة. الفرح في الضيقة هو تعليم كتابي، لأن الكتاب المقدس بيقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، لعدة أسباب. الضيق بتسبب للإنسان فضائل معينة هنتكلم عليها، والضيقة تسبب للإنسان بركات وأكاليل نتكلم عليها برضه. عشان كده بولس الرسول بيقول: لذلك أسر بالضيقات والضعفات، لأني فيما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. يعني لما تهجم علي الضيقات وربنا ينقذني منها يديني قوة من عنده أنتصر بها عليها. والسيد المسيح علمنا هذا، قال: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقال: من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني. جايز ينكر ذاته تضايقه، وجايز يحمل صليبه تضايقه، لكن هنشوف.
أول فرح في الضيقة إنك ترى فيها معونة الله واضحة. يعني أنت ما بتشوفش معونة ربنا وأنت في حياة اللهو والفرح والحاجات دي، لكن تشوف إيد ربنا في حياة الضيقة. وإحنا أيضا ككنيسة شفنا إيد ربنا واضحة جدا في كثير من الضيقات التي حاطت بنا، لأن حينما يعجز الإنسان عن العمل عندئذ يعمل الله وبقوة. فمن ضمن فرح الضيقات إنك ترى يد الله عاملة، ودي بيجيب خبرات للكنيسة وخبرات للأفراد. حتى الآباء الأول، حتى الرسل كانت فيهم ضيقات كثيرة تقابلهم. يعني ومع الضيقات بركات. يعني اعرفوا ان الضيقة لها وجهان، وجه منه هو الضيقة والوجه الاخر هو البركة. فما جيلك ضيقة ما تبصش بس للوجه الضيق، بص للوجه الاخر اللي هو البركة. مثال لكده القديس يوحنا الرسول، وهو من احب تلاميذ المسيح اليه، نفي الى جزيرة بطمس. وفي جزيرة بطمس يقول ايه؟ انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت المسيح وصبره. شريككم في الضيقة مع انه الرسول كبير. وفعلا وهو في بطمس رأى رؤى لم يرها اي واحد من الرسل الباقين، بل رأى عرش الله في السماء والقوات السمائية، موجودة دي في سفر الرؤيا صح 4:5. واخذ وعودا، من ضمن الوعود هو ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه. ده كلام جميل ما سمعوش وهو في اورشليم، لكن سمعوا وهو من في بطمس. بولس الرسول لما اتكلم عن ضيقاته في كورنثوس الثانية اصحاح 6 واصحاح 11 حاجات عجيبة. بيقول بأخطار من الأخوة وأخطار من الأمم، أخطار من أخوة كذبة، وأخطر في المدينة وأخطر في البحر وأخطر في البرية، وثلاث مرات انكسرت بي السفينة، وأيام وليالي قضيتها في العمق، وكذا مرة جلدت جلدوه حتى ظن أنه مات في بعض الأوقات. ولكن مع ذلك كانت لهذه المتاعب أكاميل، واستحق أن يصعد إلى السماء الثالثة ويرى أشياء لا ينطق به. ربنا ما بيتركش حد في الضيقة. الضيقة تعلمنا الصلاة. بيقول في المزمور في ضيقتي صرخت إلى الرب فاستجاب لي. ولذلك داود كان يصلي في الضيقة وبعدين يحول الصلاة إلى شكر في نفس الوقت. يقول إيه مثلا؟ يقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. وبعدين وأنت يا رب هو ناصري مجدي ورافع رأسي، بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدس. ابعدوا عني يا جميع فاعل اسم، فإن الرب قد سمع صوت صلاتي، الرب لصلاتي قبل. الله، ده أنت لسه بتصرخ. ما بيصرخ ويشعر بالاستجابة في نفس الوقت.
الضيقة تعلمنا الصلاة، وتعلمنا ان الرب ممكن ان يحول الاعداء الى اصدقاء اذا اربط الرب طرق انسان جعل اعداؤه يسالمونه. لآية الضيقة بسببها ننال دعاء من الناس. يمكن قليل لما الناس يدعوا لنا واحنا في وقت مبسوطين، لكن لما نكون تعبانين يبتدوا يدعوا لنا، فاحنا بناخد بركه دعوات كثيره في وقت الضيقه. ولعل من اكثر الامثله لهذا الامر النشيد الذي كان يقال في وقت الضيق، مزمور 19: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه، يذكر جميع ذبائحك ويستسلم محرقاتك. هذا المزمور نعتبر ان واحد صديقه فداود النبي بيقول له الكلام ده، او نعتبر واحد صديقه والملائكه قاعدة تقول له في ضيقته: يستجيب لك الرب في يوم شدتك، ينصرك اسم إله يعقوب. أو يلاقي ناس من أصحابه قاعدين يقولوا له الكلام ده. فبرضو الضيقات بتسبب لنا دعاء كثير من الناس، وإحنا في الضيقة يقولوا لنا: الرب يحفظك، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. دي مزامير بيصلوها الناس من أجلنا إذا كنا إحنا في ضيق. لما أبونا يعقوب كان في خوف من أخيه عيسو، جاله صوت من ربنا في الرؤية وقال له: ها أنا معك وأحفظك من كل سوء وأردك إلى هذه الأرض. كويس أوي الدعوات دي اللي تيجي في الضيقة. في الضيقة أيضا تختبر حفظ الله وخلاصه، زي ما قال موسى على شاطئ البحر الأحمر، قال للشعب: قفوا وانظروا خلاص الرب. تختبر خلاص ربنا وتختبر حفظه. هو الانسان اللي ما مرش بضيقات هيكون عنده خبرات. خبرات ايه؟ اكلنا وانبسطنا وشربنا واحتفلنا، هي دي خبرات. لكن خبرات اللي يقول فيها في المزمور: لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء، لقالها داود النبي عند سخط غضبهم عليه. وقل: نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. اهي دي الخبرات الروحيه. يا ريت كل واحد يسجل الخبرات الروحيه اللي عملها ربنا معاه في ضيقاته. اختبار الحفظ والخلاص، اختبار المن والسلوى، اختبار السحابة التي تظلل بالنهار وعمود النار الذي يرشد بالليل، اختبار الصخرة اللي فجرت وخرج منها ماء، اختبار وعود الله: لا تخف لأني معك، زي ما قال بولس الرسول، قال له: تكلم ولا تسكت ولا يقع بك أحد ليؤذيك. مفيش حد يقدر عليك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك. وزي ما قال أرميا النبي: يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك.
يقول للرب اللي انقذك. انت في الضيقه بتختبر ربنا وبتختبر حفظه وبتختبر عنايته ورعايته. شوفوا يوسف الصديق لولا الضيقات اللي وقع فيها ما كانش اختبر ايد ربنا التي نقلته من السجن ليكون الثاني في المملكة. يعني لو يوسف الصديق محدثته ضيقات كان يجري ايه؟ كان زمانه بيرعى الغنيمات القليلات في البرية زي ما كان في الاول. لكن الضيقة هي اللي وصلته للمجد العظيم الذي وصل إليه فيما بعد. في الضيقات تخش في خبرات روحية زي ما يقول داوود دفعت لأسقط والرب عضدني. قوتي وخلاصي هو الرب وقد صار لي نشيدا. نحن لا نستطيع اطلاقا ان نفصل الضيقه عن معونه الله. الضيقه لوحدها تبدو شيء مؤلم، لكن الضيقه ومعها معونه الله تبقى بركه كبيره. ولذلك يقول الكتاب في كل ضيقه تضايق وملاك خدرته خلصه. وداود يقول عن ضيقاته يمين الرب صنعت قوة، يمين الرب رفعتني فلن أموت بعد بل أحيا. في الضيقة نختبر كيف يقودنا الله في موكب نصرته. كيف يقودنا الله في موكب نصرته. لا نفصل الضيقة عن معونة الله، ولا نفصل الضيق ولا نفصل الضيق عن البركة. لأن الكتاب بيقول بضيقات كثيرة ينبغي أن ترثوا ملكوت الله. طب ولو أنت مش عايز الضيقات يبقى ما تاخدش البركات كمان، يعني بالعافية. ده المسيح بيقول ادخلوا من الباب الضيق. الباب الضيق هو اللي يوصل. ايضا لا نستطيع ان نفصل الضيقه عن معنى الضيقه. كلمه عايز تفسير شويه. يعني ايه معنى الضيقه؟ لماذا سميت الضيقه ضيقه؟ سميت الضيقة ضيقة لأن القلب هو الذي ضاق عن أن يتسع له. فالضيقة موجودة في قلبنا مش موجودة في المتاعب اللي بره. ولو قلبنا واسع ولا نتضايق من حاجة ولا نتضايق من حاجة. يعني زي واحد قال مثل كويس، قال حتة طين ترميها في كوب مية تعكر المية، حتة الطين دي ترميها في المحيط يفرشها في أعماقه ويقدم لك ماء رائق وما عكرتش المحيط. فهل أنت قلبك زي الكوب ولا قلبك زي المحيط؟ عشان كده بولس الرسول لما وبخ أهل كورنثوس وخدوا على خاطرهم فبعت لهم يقول لهم إيه؟ يقول فمنا مفتوحا لكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضيقين فينا لكنكم متضيقون في أنفسكم. لذلك أقول كما لأولادي كونوا أنتم أيضا متسعين. وسع قلبك على الآخر كده تلاقيه يبلع الضيقات ويروح. تقول يعني استمر في الضيقات على طول عشان قلبي واسع؟
لا انت توسع قلبك وتوسع عقلك برضه. توسع عقلك ليه؟ لان الضيقه برضه تعلمنا الحكمه وتعلمنا طريقه حل الضيقه وتعلمنا واخر. والضيقه ايضا هي التي تعلم الرجوله. ازاي؟ اجيب لكم مثلا داود النبي كان رجل اشقر مع حلاوه في العينين، قعد طول عمره يغني على القيصار والمزمار والعشرة الاوتار. بالشكل ده يصلح ملك؟ لازم يخشوشن شويه. يخشوشن شويه ازاي؟ ربنا رماه في يد شاول الملك، بهدله وحسده وجري وراه من بريه لبريه ومن مدينه لمدينه وعايز يموته بأي طريقه، لدرجه سلط عليه مراته وعياله. وقعد داود يقول لماذا كسر الذين يحضرون بي الضيقة؟ تستطيع أن تعطيك الشخصية التي تحتمل مسؤوليات الملك وتحتمل مؤامرات الناس من هنا ومن هنا. صدقوني داود مش بس قبل الملك كان بيضطهدوا شاول، حتى بعد الملك أيضا. في المزمور الثاني يقول إيه؟ لماذا ارتجت الأمم وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه لنقطع أغلالهم ولنطرح عنا نيرهم؟ ما هو ضده برضه دول. لكن الضيقات أوجدت فيه الحكمة والشخصية الصلبة والمزامير والصلاة. حاجة تانية عايز أقولها لكم في الضيقة، زي ما بقول الضيقة موجودة في قلوبنا مش موجودة بره. الضيقة أيضا لها وقت وتنتهي فيه. ما فيش ضيقة على طول أبدا. ربنا لا يجربكم فوق ما تطيقون. الضيقة لها شكل هرم زي كده، تطلع فوق فوق تصل للقمة وبعدين تنحدر تاني لتحت، لكن ما تطلعش على طول كده، مش ممكن. يقول ويعطي مع الضيق المنفس، فليها وقت وتنتهي فيه. قصة أيوب وأخذ ضيق، لكن جه وقت انتهت فيه الضيق. الكتاب يقول كثيرة هي أحزان الصديقين، بنص الآية، والنص الثاني ومن جميعها ينجيهم الرب. فما تاخدش النص الأولاني وتكركب معاك، لا. يقول ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. هي ضيقة للمنفعة. ضيقة تعلم الصلاة، تعلم الصبر، تعلم الاحتمال، تعلم انتظار الرب. يقول لك تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. ربنا هيجي هيجي. ان ظهر ليك متاخر، لا، ربنا بيجي في الوقت المناسب، لكن هيجي هيجي ولو في الهزيع الرابع من النهار. تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. الضيقه ايضا هي هبه من الله. يقول ساريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. وبيقول إن كنتم تتألمون معه فسوف تتمجدون معه. التدليل أيها الأبناء والأخوة ما ينفعش. التدليل يكون شخصيات مهزوزة. التدليل يكون إيه؟ شخصيات مهزوزة. لكن اللي يخش مدرسة التجارب ومدرسة الضيقة
يطلع تماما. ومن هنا كان العصاميون مثلا، الأشخاص العصاميين يعني اللي بنوا نفسهم بنفسهم. وليه بنوا نفسهم بنفسهم؟ لأنهم نشأوا نشأة فقيرة مسكينة، عيلتهم مش قادرة تبنيهم، فبدأوا يبقوا عصاميين. الضيقة أيضا لا تمنع الفرح بالرب. بولس الرسول وهو أسير في سلاسل ومرمي في السجن الداخلي، يعني السجن البعيد جدا عن الضوء والهواء، كان قاعد يسبح طول الليل ويرتب لغاية لما جاله ملاك وهز أبواب السجن. ولذلك كلمة جميلة قالها بولس الرسول، بيقول كحزانا ونحن دائما فرحون، كحزانا ونحن دائما فرحون، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. الناس يفتكرون حزانا لكن احنا دائما فرحين. الضيقة تعلم الحكمة في طريقة حلها وتوسع القلب لكي يقبلها، والضيقة تعلم الإيمان. نقول في الإيمان المر الذي يختاره الرب لي خير من الشهد الذي أختاره لنفسي. حتى فترات الذل داود يقول خير لي يا رب أنك أذللتني لكي أتعلم وصاياك. الضيقة لها وقت تنتهي فيه ويجي الفرج، زي ما بيقول الشاعر، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج.